سوف يقولون لكم من الآن فصاعدا لا يمكن أن نقبل أن نكون أذلاء لكم، ونريد الآن جبهة جديدة تقودها الصين وروسيا. هذا شيء نحن مطمئنين له، لكن الغرب دائما يعني بعيش العرب حالة من الرعب الشديد جدا، أن عليكم أن تنضموا لنا وبوتين راح يموت وراح يجي البديل عنه وراح يدمركم ويخرب بيتكم ويأخذ بترولكم ويأخذ الغاز تبعكم. لا 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 لا، هذا لا، لا يمكن، لا نؤمن بهذه النظرية على الإطلاق. طب هذا التقرير السري الأمريكي الذي كشفت عنه الصحافة الأمريكية وصدر عن وزارة الدفاع الأمريكية فيما يتعلق بالمخابرات، يتحدثون عن أنه تلك اللقاءات الدبلوماسية التي جمعت قادة غربيين بفلاديمير بوتين كانت مصدر للمعلومات عن صحة فلاديمير بوتين لديهم. هل هذه لقاءات دبلوماسية أم لقاءات تأتي من أجل التخابر على الرجل؟ التخابر بامتياز، حتى أنهم قرأوا الساعة التي كانت على يده فتعمد في المرة الثانية يجيب ساعة أكبر ويضعها أمام الشاشة مباشرة، لأنه كان هو في لحظة من لحظات نتيجة يعني الشعور بالحساسية وضعها على يمينه، وكان المكتب الذي يفصله عن المتحدث عن الطرف الآخر من الضيوف، يعني من الرئيس الفرنسي حتى الرئيس الألماني، كانت المسافة يعني تصل لحوالي 12 متر. فهو يعني وجه لهم صفعة فأرادوا أن يردوها له بالصعصعين كما يقال، أرادوا أن يردوا عليه بذلك، وبالتالي سواء قراءة الساعة أو قراءة المعلومات أنه ما اقتربوا منه. لا،